واللي مش هيعرف يجاوب لا يكلف الله نفسا الا وسعها. السؤال الاول سهل جدا وبسيط. تسجل الهدف النادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. مش خيارات ولا مد انت يا ابني اللي قتله. انا ما اظن الكابتن عماد متعب. يا عبد الصمد مش عارف بصراحه. لا واثقه من نفسيها مش واخد بالها كده. طب اديك ثلاث اختيارات. اوكي. ابو تريكه، محمد بركات، عماد متعب. عماد متعب. تمام. عظيم عظيم. ممكن حضرتك بس تديني اختيارات؟ مش عارف خالص. لا ممكن حضرتك تديني اختيارات؟ طلعوا يا محل ورجوا كده ولفوا بالبكره. تقريبا ابو تريكه. يا جدع يا جدع حرام الضرب ده كتير والله. الضرب ده سبب قصري. هتنقطني. ابو تريكه. واثق ولا عندك شك؟ واثق. يا ستوب ستوب. ايه على منطقه عماد متعب. يا دين النبي ايه الحلاوه دي؟ كان الكابتن عماد متعب. كانت عرضيه بس مش متذكر مين اللي عمل العرضيه بالظبط وجابها. كان انفراد بالجون يعني. اللي سجل الهدف عماد متعب طبعا، وهدف تعادل وهدف جميل جدا كمان. مش محتاجه حاجه يعني. ابو تريكه، عماد متعب، محمد بركات، عماد متعب ممكن. صح بس حاجه ممكن اقول ابو تريكه. انت يا زين ما اخترت. عماد متعب كان واثق مستحيل كمان وجابه. واثق. كره كانت مستحيله وعمل فيها المستحيل وجابها جول. يا عين ما ابدعك ما اروعك.